متابعين ام تي في الايف وبفقره توب ستوريز مع جيسيكا حبشي صحفيه وكاتبه بموقع الام تي في الالكتروني. رح ناخذ ابرز مواضيع الاسبوع وما اكثرهم هالاسبوع. جيسيكا في تطورات كثيره على بالمنحى السياسي شوي لنشوف قد ايه رح تتطور. هلا في بوادر تطورات بس رح نقرب في ملفات بتنفتح بس ما بنعرف كيف بتكون خواتيمها، ولكن عمليا فتنا بفتره الاعياد يعني وقربت فرصه الاعياد. هيدا الشيء الايجابي يلي الكل مركز عليه. بس نهار الاثنين شهدنا اضراب اكيد لكل المؤسسات والادارات تضامنا مع غزه ضمن حراك عالمي صار بمحاوله اكيد للضغط على الراي العام العالمي وعلى اهم البلدان العالميه لا يحركوا يعني الموضوع اللي عم بيصير بغزه اللي مش مقبول بقى ويوقفوا العدوان الاسرائيلي على غزه وكمان على جنوب لبنان. أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نداء من سويسرا بالمنتدى العالمي للاجئين، حكي فيه عن لبنان قديه عم بيعاني من تبعات بموضوع اللاجئين، طلب المساعدة، قال لهم لبنان على شفير الانهيار، وقال لهم شغلة كثير مهمة. صحيح نحن مختلفين على كثير أمور وعلى كثير ملفات، إلا أنه ملف اللاجئين هيدا الشيء كلنا متفقين عليه أنه بده حل، بس أهم شيء ما يكون الحل على حساب لبنان. رانيا هيدا الأهم. أكيد أكيد ملف التمديد لقائد الجيش هيدا الملف يلي عم يتسارع والعاني على الآخر يعني بين مجلس النواب وبين الحكومة بين القانون وبين المرسوم، مش معروف بعد شو رح يصير وما في شيء محسوم، والساعات يلي جاية رح تبين لنا أكثر هالموضوع. بس شو التوقعات؟ كان لازم نحكي داني اليوم عن جد يعني بدها توقعات بقى، يعني الأهم ما يكون في فراغ بهيدي المؤسسة العسكرية إن شاء الله. في مشهد كان لافت هيدا الأسبوع قصة المطار كيف طاف بمية الشتاء والبرد يلي كان برا، بس اجمل صوره يلي انت شاركت فيها امبارحه كيف ام تي في ضوت اكيد وسط بيروت عن جد بالتعاون مع القطاع الخاص اكيد والمجتمع المدني. اكيد رح نتابع باخبارنا واكيد بنوجه تحيه لكل الاشخاص اللي بعدهم عم بيساهموا بتضويه بيروت بوسط هالعتمه يلي عم نعيشها وبوسط كل هالمآسي عن جد يلي عم نشهدها. بيروت بهيك عن جد بضو صغير بترجع هيك بترجع بتعيش وبتعيش كل الناس مزبوط حواليها. ايضا يعني مثل ما الحرب اوقات بشراره بتولع كمان الفرح والحياه ما بدهم غير هيك ضو صغير. طبعا اول موضوع عن النفط عم نعمل جرد شوي شو صار بال2023 وشو يلي ناطرنا بال2024. يعني 2023 بلا نفط شو يلي ناطرنا؟ عمليا خيب ظن اللبنانيين بسنه 2023 بعد ما اجاهم يعني الخبر الصادم من شركه توتال انه ما في غاز بالبلوك رقم 9. كيف يعني؟ يعني تخيل قد ايه كنا عم نتسلى يبدو. يعني هي مشكلة انه صار في كتير حكي ايجابي اوقات التفاؤل زياده عن زوم مش بمحله لانه في مراحل وفي شغل بده يصير. زميلنا نادر حجاز حكي مع الخبيره بالشؤون النفطيه لوري عيتيان يلي قالت انه عام 2023 ما كان هالقد عاطل، يعني مجرد ما صار في ترسيم للحدود البحريه بال 2022 وبلشنا عمليه الحفر بال 2023 هذا شيء ايجابي يعني انه عم نشتغل، واصلا ما مفروض يكون في افراط بالتفاؤل لانه هيدا ملف عنده خطوات معينه وبده ياخذ مدى. سالناها شو هل اقفلنا الموضوع البلوك رقم 9 خلص يعني خلصنا منه؟ قالت لا، طالما في عقد موقع بين الحكومه وبين الشركات يعني كل الامور بعدها مفتوحه وما فينا نحكي عن اقفال تماما لموضوع البلوك رقم 9. هلا شو يلي ناطرنا بال 2024؟ اكيد على الدوله انه ترد على طلبين المقدمين بخصوص البلوك رقم 8 ورقم 10 يعني هن كل عيون رح تكون عليهم هلا، ولكن ما رح يصير في عمليات تنقيب وحفر لانه رح يصير في بس امور تقنيه بال 2024 اكيد هيدا اذا وافقت الدوله. اما اذا ما وافقت الدوله فيعني ما رح يكون في ابدا تطورات بملف النفط بال 2024. تخيل قد حكينا عنه بال 2023 يمكن ما يكون له ابدا وجود بالسنه لطيف. يلي جايه الله لا يقدر ان شاء الله لا. يعني بكل الاحوال خلينا نفوت باجواء راس السنه وباجواء العيد يلي هو هلا خلينا نقول انه الحدث الاساسي يلي بهم الكل. ليله راس السنه عمرانه بلبنان بالفعل ان شاء الله عن جد عم نشوف دعايات عم نشوف حفلات كثير والفنانين موجودين الحمد لله يعني عن جد شيء كثير حلو. النائب توني الرامي عملنا جولة عن الأسعار لأنه الكل بدهم يعرفوا كيف الأسعار ليلة راس السنة. في عنا بحبوا يسهروا بالبيت وبالشاليات وفي عنا بحبوا يظهروا ويغيروا جو. حضرنا فيديو بيختصر شوي الأسعار كيف رح تكون على راس السنة. يلا
ان شاء الله يا رب مش بس ليله راس السنه كلها يلي لبنان تكون عمرانه مثل ما عم بتقولوا اكيد، واكيد بندعي كل الناس انه كثير عم يسالوا بتعرفي جيسيكا هلا مؤخرا انه كيف الوضع بلبنان، اكيد نحن بنحيي الجنوب واهالي الجنوب والوجع الدايم بالجنوب، بس اكيد بنتمنى انه لبنان يضل هيك مكمل يعني صح باجواء يعني في 250 الف مغترب جايين، هيدا رقم منه هين مع كل هالاوضاع، هيدا شيء ايجابي عن جد وبيفرح. كمان باجواء العيد هالمره بفقره مالي ومالك، شو ناطرنا اقتصاديا على العيد؟ يعني من وراء اكيد الاحداث اللي عم بتصير بالجنوب، بس انه هل فعلا رح تكون هيدي خضه ايجابيه من الناحيه الاقتصاديه؟ اكيد الجواب بفيديو فقره مالي ومالك. ان شاء الله عن جد الايه تكون مجيده على الكل، يعني شو هالبلد العجيب الغريب، رغم كل شيء بضل عنا هيك فترات وبريكات ايجابيه وهيدا الاهم. اخر موضوع رح نحكي عنه عن قطاع يتحدى مراره الازمه وعن اشخاص عن جد حلوا وج لبنان. خي شو حلوين اليوم الاخبار جيسيكا، يعني ايه عن جد بدنا نفوت هيك بجو العيد بايجابيه ما في بقى. بكل الاحوال الشوكولا هو الهديه رقم واحد بالعالم، وبلبنان قطاع الشوكولا قطاع مزدهر وبزنس الشوكولا هو بزنس رابح. نحن هيك حكينا شوي عن هيدا الموضوع وعن هيدا القطاع لنشوف شو وضعه تحديدا بفتره العيد. حكينا مع باسم مغامس يلي هو صاحب متجر كثير كبير لشوكولا بمنطقه المتن، وسالناه شو وضع البزنس؟ هل عن جد عم تربحوا؟ هل في مشاكل؟ قالنا انه اكيد اللبنانيين ذواقين، بيعرفوا طعم التمون وبيحبوا شوكولا كثير، وبكل المناسبات بيهدوا شوكولا وبيشتروا شوكولا، ولكن اكيد حرب الجنوب اثرت 70% على هيدا القطاع، ولكن التعويل هو على فتره الاعياد، يلي تخيلي 50% من ارباح السنه بتكون بس بفتره العيد، واكيد يعني اللبنانيين ما بيوفروا ابدا بهيدا الموسم. كمان حكينا مع توني الرامي يلي قالنا حكينا عن الشفية اللبنانية قد ايه عم بيشتغلوا تحديدا اكيد بمجال الباتيسري، قد ايه عم بيجتهدوا، عم بيشاركوا بمعارض عالمية، عم بيخضعوا لدورات، عم بيجيبوا كل شيء جديد على لبنان تفعلا يصير هيدا القطاع وتحديدا بموضوع الشوكولا مزدهر. وجه اكيد سلط الضوء على بعض الشفية، وجه لهم تحية اللي هن شيف بيير ابي هيلا اكيد زميلنا شيف شارل عزار، شيف يوسف عقيقي، شيف مارون شديد ومكرم رباز، واكيد غيرهم كثار من العاملين بالقطاع الخاص ومن الشفيه يلي عم بيصيروا استشاريين مش بس. طب انا بوجه تحيه لشيف شارب الصافي حتى لو منه باتيسير بيعمل كمان دسترات اكيد اكيد، يعني كل الشفيه عم بيجتهدوا. وحكينا عن شغله كثير مهمه وعم نلاحظها بالمطاعم، صار في دسار مش انه دسار عادي، صار في سيجنتشر لكل شيف عم بيحط ريسبيز تبعه وخلطاته تا عن جد يكون عندنا منيوز، واكيد لوائح طعام ومطاعم عم بتقدم اكيد منتجات مميزه. جيسيكا حبشي في كثير اخبار بعد اكيد بيقدروا يتابعوها الناس عندكم على موقع ام تي في الالكتروني ام تي في لبنان نيوز، صح، وعلى السوشيال ميديا طبعا، واكيد في المجله اللي بتصدر اليوم كل نهار جمعه، اكيد بندعيهم تابعوها عنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا. جيسيكا حبشي صحفيه وكاتبه بموقع ام تي في الالكتروني، شكرا كثير لك، ونشوفك الاسبوع الجاي، رح ناخذ وقفه وبنرجع.